الوطن العربي مع الأمة العربية، لكن التضامن في النضال قلنا مش ممكن أبدا نقبل إيقاف النار بدون شرط. أنا عملت حرب وربحت يعني نجحت عليها ونعمل نسني لك نمضي لك عقد نتاع إيقاف النار، لا قلنا لا، فلتستمر المعركة والشعوب العربية كلها نقول بدون استثناء مستعدة للمعركة. والمعركة كانت توسع، ما كانش تبقى إلا من أجل القدس، كانت توسع وكانت ربما تصرى الثورة الحقيقية، الثورة التاريخية اللي هي كانت تكون أساس نهضة جديدة في الوطن العربي وبعث جديد للأمة العربية. أما الهزيمة أيها الإخوة، أما الهزيمة إذا كانت بقات وتأكدت معناها أنها تأكد بصفة نهائية، بصفة لا تدع مجالا إلى الشك والخلاف، أن ما يسمى بالأمة العربية أو ما يسمى ببعث عربي جديد أو بنهضة عربية جديدة معناها انتهت الحلول السلمية. طيب ما ناجح نهضة الحل السلمي، لكن ما فيش حل سلمي وحل حل التحرب، في حل شريف وحل غير شريف، في حل عادل وحل غير عادل.